خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا، خاتم الكتب السماوية كلها، المعجزة الخالدة لهذه الأمة الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. هذا الكلام الذي صار من قرأه فإنما يرفعه الله عز وجل درجات، وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. حرص النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ألا يكتب الناس شيئا إلا القرآن، وكان يقرئهم القرآن قراءة، وكانوا يسمعون، وجعل بعض الصحابة قراء حفظة يرجع الناس إليهم إذا نسوا أو أخطأوا، وبهذا حفظ كتاب الله جل وعلا. لما كان للقرآن هذه الأهمية وهذه المنزلة، كان لطباعته والعناية بكتابته وخطه منزلة عظيمة عند المسلمين منذ وفاة النبي إلى اليوم، منذ عهد أبي بكر عندما جمع القرآن في مصحف، وبعهد عثمان لما جمع القرآن، ثم من بعده في عهد الأمويين والعباسيين وغيرهم، كلهم كانوا يهتمون اهتماما بالغا بكتاب الله جل وعلا، ويتنافسون في طباعته وفي نشره. بعد هذا جئنا في العصر الحديث بمرحلة أيضا تعتبر من أهم المراحل التاريخية في العناية في كتاب الله جل وعلا، راح نزور مجمع أسس قبل بضعة عقود في عهد الملك فهد رحمه الله، أسس مجمع خاص فقط للعناية بكتاب الله جل وعلا خطا وطباعة وتوزيعا في العالم كله. هذا المجمع الذي عني بطباعة كتاب الله، وهناك أيضا مطابع أخرى في كثير من البلاد ومجمعات لطباعة كتاب الله، لكن هذه من أميزها، ولهذا سنأخذكم في جولة جميلة داخل هذا المجمع لنرى كيف اهتم المسلمون بكتاب الله جل وعلا. نعرف أن هذا المجمع يطبع فيه كتاب الله، لكن أظن يمر في مراحل كثيرة هذه الطباعة. دوركم شيخنا في هذه الطباعة لهذا المصحف. طباعة المصحف الكريم عمل جليل وعمل من أشق الأعمال، ليس لصعوبته ولكن لأجل أن يسلم القرآن الكريم من أي خطأ، فإن الخطأ وإن كان غير متعمد في القرآن الكريم ليس كخطأ في غير القرآن. والخطوات والمراحل التي تقوم بها اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة بداية ونهاية،
البداية هي أن يكتب الخطاط المصحف مجردا من الشكل ومن النقط، ثم تراجعه اللجنة على حاله حتى تتيقن من أن المكتوب من القرآن ليس فيه حذف ولا فيه ليس فيه حذف ولا شيء. وآخر مرحلة لا يؤذن ولا يعني يكتب قرار وتقرير بصلاحية المصحف للطباعة إلا بعد مرحلة التهجي، وهذه مرحلة ولله الحمد ابتكرتها اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة، وهي مرحلة فيها ضمان لأن المصحف لم يحدث فيه أي ملاحظة بفضل الله عز وجل. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ يقول الباء تحته كسرة والسين فوقه سكون والميم مثلا بسم الله تحته كسرة وهكذا حرف حرف شيخ حرفا حرفا حتى ينتهي المصحف بهذه الطريقة من أوله إلى آخره، بعد ذلك يطبع المصحف. ضيف كريم وأخ عزيز الشيخ عثمان طه، هو من خط بيده بارك الله فيها هذا المصحف الذي يحفظ منه اليوم يمكن مئات الملايين على وجه الأرض. حياك الله معنا شيخ عثمان. بارك الله بكم شيخنا، لو تتفضل تتحدث عن هذا المصحف وخطه. كل خطاط مسلم كل حينما يتعلم هذا الفن يحلم بالنتيجة أن يكتب المصحف الشريف. أنا أيضا حاولت أتعلم هذا الفن الجميل لأن أكتب في المستقبل المصحف الشريف. طبعا راجعت طرق الخطاطين في كتابة المصاحف، فأبدعت طريقة خاصة لعثمان طه في هذا المجال. خطي الآن مشهور بأسلوبه وتميزه في إتقان الكلمة والحرف وعلاقة الحركة بالحرف التابع لها. وأخيرا أتيت إلى المملكة فكان لي شرف تعييني خطاط للمصحف الشريف في مجمع الملك فهد يرحمه الله. تيسرت الأمور، جيت إلى المجمع وبدأت أنفذ ما يطلب مني من قبل المسؤولين الروايات المطلوبة في المصحف الشريف. لما انتهيت من آخر كلمة، آخر كلمة، شنو كان شعورك من أول مصحف؟ طبعا شعور شكر الله على أن وفقني في كتابة هذا المصحف الشريف. أول ما طلب مني وزارة الأوقاف في سوريا تهيبت، قلت أنا ما أصبحت لدرجة أنه أكتب مصحف. فراجعت المشايخ بوزارة الأوقاف فأرشدوا لي على بعض أمور في كتابة المصاحف، فأن الله سبحانه وتعالى هداني. أول ما تناولت مصحف الملك فؤاد في مصر وجدت فيه سهولة التلاوة بهذا المصحف. أخذت مصحف الملك فؤاد ووجدت مصحف تركي مرتب القرآن على أن كل صفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية. أول ما كتبت هذا المصحف كتبت بالرسم العثماني وبالترتيب، إن الآن يسمونه مصحف حفاظ. نعم. كل صفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية. ممكن نشوف شيخ بعض ال. طيب الآن في صفحة كبيرة هناك. أيه؟ تبغون أشرح أو تبغون أشرح هنا؟ أشرح هنا أول شيخ. يعني مثلاً. كتبت لا كتبت لا كتبت لا، مفروض يكون كله زي بعض. ما استعجل أخرب يعني أنه والله كتب بسرعة خلينا نمشي. لا، وكل المصحف نفس كل أبدا رسم. نفس الإتقان، نفس الصبر، نفس العمل.
المتقن، تجد المصحف من أوله إلى آخره على نفس النمط، على نفس السباكة، على نفس الترتيب. طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى. شيخ، الصفحة الواحدة كم تأخذ منك وقت؟ حسب الصفحات، الأجزاء، جزء عما وجزء تبارك، هذول آيات صغيرة، آيات يعني صغيرة جدا، والترتيب صعب شوي. في بعض الصفحات الآيات زي هذا واخذ حريته. على أي حال، إجمالا كتابة صفحة واحدة القرآن الكريم بياخذ معي سنتين ونص. ما شاء الله، سنتين ونص، أحيانا يومين بصفحة، أحيانا يوم بصفحة. هذه صفحة من القرآن الكريم، الخط والشكل والحجم. أنا أكتب القرآن من أوله إلى آخره بهذه الطريقة، بهذا الحجم. نعم. شيخ، كم مصحف طب كتبت به خط يدك؟ والله إن شاء الله يعني مدري 13-14. ما شاء الله. وكل مصحف تقريبا كم يأخذ منك كتابة؟ نفس الشيء، سنتين ونص. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظك يا شيخ. بارك الله بيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يحفظك. والله تشرف، تشرفنا بهذا اللقاء والله يا شيخ. يرضى عليك إن شاء الله. الله يجزاك الخير. إدارة الحاسب الآلي تعنى بإنتاج البرمجيات الحاسوبية التي تخدم القرآن الكريم وتساعد على تلافي الأخطاء التي تحصل أثناء وقبل مرحلة الطباعة، وتراقب أيضا ما بعد مرحلة الطباعة. إضافة إلى ذلك، توفير عدد من الخدمات الحاسوبية سواء على مواقع الإنترنت، سواء البرمجيات للأجهزة الصغيرة المحمولة التي تحتوي على نص القرآن الكريم. نعمل أيضا على توفير مواد وبرمجيات حاسوبية لمطوري التطبيقات الحاسوبية التي تخدم القرآن، بحيث إنهم يجدوا الموارد جاهزة ومخدومة، فلا يبذل كثير من الجهد في عملية التدقيق وكذا. إضافة إلى ذلك، أتاح المجمع مجموعة من الأعمال الهامة، مثلا أنتج المجمع خط حاسوبي بخط خطاط المصحف، يستخدم في كتابة البحوث، وهو خط جميل جدا، أطلق عليه خط النسخ، خط عثمان طه. جميع المصحف موجود في ملفات وورد جاهزة، كل رواية موجودة في ملف، حتى نساعد الباحثين يلصق ويلصق. نعم. إضافة إلى ذلك، هناك أدوات برمجية تم تطويرها تساعد الباحث أيضا، منها هذا البرنامج اللي اسمه خدمة الوثيقة المصحفية. البرنامج هذا ميزته أنك مثلا إذا كنت تكتب في ملف ما، ملف وورد مثلا، تكتب أي نص، مثلا قال تعالى، كنت تكتب يعني بطريقة عادية إن هذا القرآن مثلا، ثم أردت تستشهد بنص قرآني لهذا الكلمة التي كتبت، ما عليك إلا أنك تحدد هذه الكلمة ثم تشغل البرنامج، على طول بحث وجد، أخذ كلمة هذا القرآن وأعطانا فين موجودة في النص القرآني كامل. يعني نشوف هنا كل هذه نتائج بحث لكلمة إن هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن، وتستطيع تأخذه وتضع مكانه. هو يضعها لك إذا اخترت الآية مثلا، ها إذا اخترنا الآية فورا يدرجها لك. هذا أحد أهم مواقعنا على شبكة الإنترنت، نقوم بنشر جميع صور إصدارات القرآن الكريم في المجمع، سواء الروايات أو الترجمات أو الكتب العلمية. لدينا الحمد لله أكثر من 36 إصدار، منها أكثر من 20 إصدار مترجمة إلى لغات عديدة، وأيضا الحمد لله قدرنا نطور نسخة خاصة بأجهزة الآيفون والآيباد، بحيث أنه أي شخص ممكن يستفيد من هذا الأبليكيشن، يحمل التطبيقات الإصدارات المناسبة، الترجمات اللي يبغى يقراها. بس الحين ما بدأ الآيفون والآيباد لا موجود على الإنترنت وموجود في الأب ستور. كم لغة ترجمة عندكم؟
عندنا تقريبا في حدود 20 ترجمة تقريبا ما شاء الله. وأطلقنا قبل أسبوع الحمد 16 ترجمة جديدة ما شاء الله. في خدمة القرآن الكريم الحمد لله قدرنا في إدارة الحاسب الآلي تطوير هذا الموقع مع برنامج ينصب على جهاز الحاسب الآلي. هذا البرنامج يعرض لك المصحف الشريف بالتوجيه الصوتي وهو موجه للمكفوفين بشكل كامل بحيث المكفوف يستطيع أنه يتعلم القرآن الكريم يستمع للقرآن يستمع الترجمات فقط من دون أي وجود مساعدة للمكفوف. وهذا موجود؟ هذا موجود على كامل الإنترنت وهو موجود بسبع لغات من بينها العربية زي ما أنتم شايفين الآن. هذا موقع آخر تستطيع من خلاله تحميل جزء عما كامل لله الحمد بلغة الإشارة ويجري الآن تصوير بقية أجزاء المصحف. كيف لغة الإشارة؟ لغة تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة. تستطيع تصفح صور القرآن الكريم في جزء عما وتضغط على الصورة المناسبة ويظهر لك المحتوى المرئي يشرح لك تفسير هذه الصورة بالإشارة بلغة الإشارة. من أهم الأمور اللي ساعدت المجمع في نشر القرآن الكريم هو إتاحة طباعته لأي جهة أو لأي منظمة أو لأي دولة. مجرد يطبعه بس؟ مجرد أنه في منظمة تحب أنها تطبع القرآن الكريم بدل ما هذه المنظمة تتكفل بمشاريع يعني رسم وكتابة مصحف من جديد وتدقيق ومراجعة واوا، هذه نسخة جاهزة للطباعة نسخة خام يستطيع أن يتحكم في الألوان الزخارف النصوص الآيات الإطارات يستطيع أن يشكل المصحف كما يريد. النص لا يمكن المساس به لأنه مراجع ومدقق. لم يكتفي هذا المجمع مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف أن يطبع مصاحف ورقية بل تحولوا إلى المصاحف الإلكترونية ومدققة ومراجعة كما رأيتم وكما سمعتم. اليوم صار الأمر ميسر، صار الأمر سهل، تستطيع أن تنزل لك برنامج أبليكيشن في الآيفون في الآيباد في أي أجهزة من أجهزة الحديثة الذكية وبهذا تقرأ القرآن وأنت مطمئن أن هذا مصحف مراجع، مصحف مدقق، مصحف تقرأه وبكل المميزات. فما أجملها من تقنية وما أجمله من تطور ومواكبة للعصر، وهذا من باب حفظ كتاب الله جل وعلا. السلام عليكم وحيك الله سلام سلام الله حيك سلام الله يحيك عليكم الله يحييك جزاك الله خير. معك فوز الشيخ مدير الطباعه بجمع لك فهد الفاضل الشريف الله يحييك على الجهود الكبيره والضخمه. الله يسلمك. الحمد لله جزاك الله خير ما شاء الله. ولات الامر ما قصر الحمد لله والقائمين على المطبعه شرف الانسان يكون خادم. الحمد لله الحمد لله. استاذ فواز انا ودي اتكلم عن المصحف وطباعته، من اين يبدا واخر شيء؟ لا من اين يبدا؟ نبدا من التحضير اللي هو ما قبل الطباعه بريبرس. نعم. اللي هو مرحلة الصف، دحين طبعا كله الكتروني الان تحضير الالكتروني. احنا كنا في الالكتروني نعم. وما شاء الله عليهم. بعد ما ينتهي من الصف بعده يعطونا اي نعم يعطونا هو اللوح اللوح اللي هو اللوح الطباعي اللي هو اسمه البلاك او البليت. هذا نركبه على المكاين. طبعا عندنا في الطباعة في طباعة مسطحة وطباعة شريطية. خلونا نشوف هذا. تفضل. نعم 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 تفضل. الورق اللي يجينا من اجود ما ما يصنع. تعب الله يستحق. الحمد لله. نعم 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 نعم. طيب بعد هذا طبعا هنا الحمد لله بسم الله هنا البدايه. هذا اسمه وحده اللي هي ما قبل اللي هي يعني يعتبر وحده تركيب البوبين او الرول الطباعي. عندك عباره عن وحدتين. شوف الورق اللي تحت. نعم. هذا شغال الان وهذا مستعد عشان الماكينه ما توقف. الماكينه الحمد لله 24 ساعه 6 ايام في الاسبوع. طبعا الماكينه هذه احدث ما توصل اليه من العالم التكنولوجيا، مكونه من 8 وحدات نطبع ولله الحمد. عندنا نطبع ورقه 4 الوان وجه مع قفه، يعني وجه وخلف في نفس الوقت. يعني تقريبا تعتبر المراقبه الفعليه تكنولوجيا يعني على ديجيتال. نعم نعم. هذا القسم، هذا قسم الطباعه المسطحه. والهواء كم قدرتها الانتاجيه في اليوم؟ هذه قدرتها الانتاجيه في الساعه 18000 شيت. ما شاء الله. 18000 ورقه مطبوعه وجه وقفة في الساعه الواحده. نعم. هنا طبعا وحده الاستلام كلها باجهزه مراقبه. هذا الشريط عباره عن انه الورق احنا نطبعه لله الحمد ورق سماكته 45 جرام يعني رقيق جدا. فهذه الاجهزه على اساس الورقه لا يكون فيها تكسير ولا أمور أخرى. هذه كل ورقة تمر يقرأ لك كل الموجود.
الكاميرا هذه ايش تراجع؟ قريت خلاص الصفحه، ايش الذاكره اللي عنده الهيستوري اللي جاي من البريبرس الاصل؟ اي احنا ناخذ ايش نسوي؟ اول 70 ورقه نشغلها ونعطي لها عند ريست في نفس الماكينه، صار اي شيء مختلف عن 70 ورقه وقف يسوي له ايرور يتركن على جنب. تدقيق تام، لو نقطه واحده يكون فيها خطا في الطباعه على طول تسحب الملزمه كلها ويذهب بها الى المكان المناسب. هذا خطا الان ربما حصل، تنبيه. نعم دحين كله شوف مباشره، هذا الان امر حصل امامنا. مجدي مجدي خطا واحد حصل، مباشره الاجهزه كلها تقف، مباشره تسحب الملزمات، مباشره يؤخذ كلها الى جانب يعني الى المكان المخصص للتالب. كل هذا فقط حفاظا على كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا المصحف 20 ملزمه، ال 20 ملزمه يبغى لها تجميع تصير مصحف واحد. نعم كل راس الان بملزمه واحده. شوف لاحظ ان كل ملزمه مرقمه يمشوا عليها الشباب، في النهايه تتجمع تصير مصحف كامل. هذا عباره عن اربع مصاحف مع بعض، هذا كل واحده اربع مصاحف. اربع مصاحف نعم. هذا مصحف واحد. طبعا الان بعد ما يطلع المصحف اول شيء الكترونيا يقرا هذه الكود بار يقراها الكمبيوتر، واذا حصل اي خطا من هذا على طول توقف الماكينه كلها، ثم بعدها ايضا ينظر لهذا السلم لكل ملزمه حتى النهايه يتم مراجعته ويدقق عليه حتى يضمن ان 20 ملزمه موجودة. لا ملزمة ناقصة ولا ملزمة زايدة ولا ملزمة معكوسة ولا شيء ناقص أو في غير مكانه. طب الحمد لله بعد ما تجمع المصاحف الملازم صار مصحف، بس مصحف يعني مو متماسك. طيب إيش نسوي الآن عشان لا يكون في يعني الملازم تكون متماسكة مع بعض؟ ندخل هنا كل مصحف عبارة عن 20 ملزمة. نعم اللي هي آلة الخياطة. أي كل ملزمة تخيط مع الملزمة اللي بعدها ثم اللي قبلها ثم اللي بعدها. الآن تخيط طبعا الحمد لله ثم الملزمة تخيط مع اللي وراها. مرحلة الخياطة دقيقة جدا يا شيخ، فيها على أساس لو جات ملزمة معكوسة، لو جات مقلوبة، لو جات ملزمة زايدة، سبحان الله يعتبر هذا يعني في عيب في المصحف. ولله الحمد متصل الان كل ماكينه بجهاز قارئ للكود بار اللي وردك اياه اول بالتجميع. نعم. التجميع والخياطه كلها مع بعض. طيب الان المصحف صار قطعه واحده كله متماسك ال 20 ملزمه. هذا مصحف كامل. مصحف كامل الان مخيط من الملزمه الاولى الى الملزمه الاخيره. نعم الان السلم ظاهر والخياطه ظاهره، الان صار قطعه واحده، هذه راس الملزمه وهذا الظهر او الكعب. ممتاز. الان المراقب يراقب السلم بالاضافه الى راس الملزمه. ممتاز. راس المصحف ما انتهت مرحلة الخياطة. نعم. الآن يبدأ مرحلة التجميل التجليد النهائي. الآن يدخلوا الشباب نظام مصحف مصحف أو مصحفين مصحفين. هنا مرحلة الضغط، تضغط كل ملزمة ضغط لا كل مصحف الآن كل مصحف ضغط كعب المصحف على أساس يكون متماسك. مه. اللي هو ما قبل الغراء. الآن المصحف كيف توصله بالغلاف؟ لا بد من واحدة اسمها القميص. هذا القميص الشغلته يكون همزة وصل أو هو المتصل بين المصحف وبين الغلاف. أيه. نحط عليه غرة يصبح بالطريقة هذه. قطعتين من القميص اسمه القميص. الآن قلنا هذا مصحفين الآن. هذا لازم تنفصل يصير مصحف واحد. هذا الآن صار المصحفين، الآن صار كل واحد لحاله على حدة. أي نعم. الآن الآن. هذه كل مصحف طبعا إلى الآن متماسك. نعم. فالآن في المقطع الثلاثي يوصل لك من ثلاثة جهات يكتمل. هذا المنتج النهائي للمصحف قبل تركيب الغلاف. قبل فقط يحتاج إلى غلاف. أي نعم هذا غلاف المصحف. الغلاف المصحف ما شاء الله. هذا نعم. أول ما يجيكم هكذا؟ لا لا تصنيع كامل عندنا. هناك تصنيع أيضا للغلاف. أي عندنا وحدة يعني قسم كامل لتصنيع الغلاف. المصحف يكون جاهز بالطريقة هذه. هنا يكتمل. يكتمل نعم. هذا مصحف كامل ما شاء الله. هنا مرحلة الشبه النهائية التي فيها قد اكتمل طباعة كتاب الله سبحانه وتعالى. ما أروعها من طباعة منذ بداية الورق وهو خام، خطه، برمجته، طباعته بالألوان، ثم شيئا فشيئا تغليفة، قصة،
ثم في النهاية هذا الغلاف الخارجي، وبهذا يخرج لنا كتاب الله عز وجل في هذا المصنع، في هذا الوحدة الإنتاج هذه، في هذا المجمع الذي تأسس في عهد الملك فهد رحمه الله، ينتج ما يزيد عن 10 مليون مصحف سنوياً. 10 مليون يصل تقريباً إلى 13 مليون، ورح يوصل بإذن الله إلى 15 مليون مصحف سنوياً. تعرفون كم خلال السنوات الماضية طبعوا ما يقارب 300 مليون مصحف، منها 250 مليون وزع مجاناً في دول. ومع هذا كل ما تشاهدون الآن ترى لا يلبي شيئاً من حاجة المسلمين. المسلمين بحاجة إلى جهود مثل هذه الجهود وأكثر. طبعاً هي نقلة نوعية في تاريخ المصحف، هذا المجمع تاريخ المصحف، مجمع الملك فهد أعطى نقلة تاريخية لكتاب الله جل وعلا لخدمة كتاب الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي قيض لهذه الأمة من يحفظ كتاب الله جل وعلا في صدره وفي السطور، من يستخدم ماله وجهده ووقته، من يفرغ إمكانياته في طباعة كتاب الله جل وعلا في هذا المجمع وفي غيره من المطابع في العالم كله. الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتاب الله جل وعلا. كلام الله ليس فقط قراءة، ليس فقط تدبرا، بل لا بد أن يكون بعده العمل ثم التحاكم إليه. والله هذا المصحف اللي شفتوه لو ينشر اليوم في الأرض لغير المسلمين يقرؤون معانيه، يقرؤون ترجمته فقط. هذا أبلغ وسيلة للدعوة إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله أن الجن سيلتقون بك، كيف دعاهم إلى الله؟ فقط قرأ عليهم كلام الله جل وعلا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أعجب وأعظم وأكرم كلام، إنه كلام الله جل وعلا. كانت جولة جميلة، لكن الآن الدور علينا، الدور علينا نبذل ما نستطيع لنشر كتاب الله، للقراءة، للحفظ، للتدبر، أن نستخدم القرآن لننشر الخير في الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم والقائمين على هذه المجمعات وهذه المطابع لطباعة كتاب الله وكل من يخدم كتاب الله، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الله وخاصته من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاه، وأن يرفع لنا به الدرجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ من التاريخ عبرة، وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد، والمطر يبدأ بقطرة، والبشر مؤمن وجاحد، والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد، والمطر يبدأ بقطرة، والبشر مؤمن وجاحد، والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة،